صباح عضل، ما تيجي اقول لك على اربع تمارين تقدر تعملهم بالدمبل في البيت للبايسبس. اول حاجه الاحماء، شدك الاعلى كتفك لتحت، تاخد نفس في نقطه البدايه، تخرج النفس في نقطه النهايه، يلا لتحت ناخد نفس، نفس في نقطة البداية، خرج النفس في نقطة النهاية، النفس تحت والعضلة مفرودة وانت تضغط على العضلة وتخرج النفس. لو مفيش أسلك دي تدق دي كده، خمستاشر تكرار العكس. التمرين الأول، بنفس الأوزان هتلعب الشركوش أو المطرقة. ممكن تعمل الاثنين مع بعض. التمرين الثالث ارتكاز لعضلة البايسبس، تلعب وزن مناسب، تلعب 15 تكرار في 3 مجموعات. خد نفس تحت، طلع نفس وانت تضغط على الرسبس. واخد تمرين معانا النهارده بوزن خفيف لانه محتاج منك تركيز شويه. تطلع وتنزل، تقف تحت، تطلع زود الوزن بشكل تدريجي، واللي بعده اشترك عندنا في قناة جيم كاير وفعل الجرس عشان يديك